قعدت فين؟ يعني انتوا في القاهرة كنتوا قاعدين بقى، خدتوا شقة مع بعض؟ ما تفكرنيش بقى، ايه؟ ما تفكرنيش بقى بالايام يعني البيضة. لا ده احنا آه انا شفت ايام انا كنت بنام في، يعني كان فاروق الشرنوبي عنده شقة في امبابة كده قديمة قوي مقفولة بقالها 20 سنة. كويس. رحنا فتحناها معرفش ازاي. التراب قد كده. بقينا ننام على التراب ده، واحيانا فران تعدي عليا كده. مش ممكن. لا احنا شفنا بهدلة. انما بقى من شقة لشقة مع بعض. كمجموعة. كمجموعة. الشقة دي كنت تخش تلاقي فاروق نايم كده، وصلاح نايم كده، وهاني وانا وعلاء دغش وحمد صديق ساعات. وبعدين نتفرق نروح في حتة تانية، وبعدين نرجع لبعض. لا ايام يعني. وبعدين يا استاذ جمال، يعني انا بفتكر حاجة من المقاسي اللي عشتها او اللي بيعيشها الفنان. ان انا لما محمد منير اداني لحنين اكتب عليهم كلام كويس، وانا فعلا لا عندي بيت مستقر ولا عندي كاسيت مكان، ولا عندك كاسيت اسمع فيه الاغاني، ولا يعني مفيش امكانيات. انا لازم على الاقل ارجع اسكندريه بقى. هو كان مستعجل لانه كان اكتشفت فيما بعد في 6 شعراء كتبوا على الالحان دي، وانا بقى في صراع وفي تحدي ولازم اكتب حاجه حلوه تعجبه. ده انا لسه في بدايتي يعني. طبعا ده كان قبل حتى ما ينزل البوم طير في السما. فالمهم خدت الكاسيت منه وقلت له حاضر انا هشتغل. طب اجيب منين كاسيت؟ مش لاقي. فروحت لواحد، شوف الماساه بقى، صديق ليا مطرب كبير وعايش ومستقر في القاهره. فقلت له لو سمحت، صدق انا وانا داخل عنده البيت شايف عنده يجي 6 كاسيتات كويس، 6 انا شايف عددهم. فقلت له لو سمحت اديني كاسيت، عايز محتاجه في الشغل، هستلفه منك يعني يوم يومين بالكتير. فقال لي اقعد تحت امرك، اي اللي انت عايزه خده. فخدت كاسيت صغير كده وبفتح من باب الشقه ونازل من عنده. قال لي انت واخد الكاسيت ده ليه؟ قلت له استاذ محمد منير اداني لحنين هكتب عليهم. قال لي يعني انت واخد الكاسيت ده عشان تكتب اغاني لمحمد منير؟ قلت له قال لي هات يا نهار ابيض. والله العظيم ده مين بدون ذكر اسامي؟ لا طبعا مش هقول. يا استاذ جمال خد مني الكاسيت بجد، اقسم لك بالله انا فاكر انا بحسبه بيهزر يعني. لا ده طلع بجد. قعدت ادور بقى في القاهره على حد يسلفني كاسيت علشان اكتب الاغاني. فواحد يعني ابن حلال كده اداني كاسيت، معرفوش كان في امبابه. فاضطريت، وقال لي ايه انا معلش هسيبه لك 2 3 ساعات وهاخده منك. اضطريت احط الاغاني واحفظها. تحفظ اللحن؟ اللحن عشان تكتب. طبعا الحمد لله ان الواحد ودنه موسيقيه ودارس مزيكا في قسم المسرح، المسرح بقى ابو الفنون طبعا. وبعرف اغني. فقعدت احفظ اللحنين مع انهم معمولين بكلام نوبي يعني، واحفظ الكلام النوبي واغنيه. ورحت رايح مدي الراجل الكاسيت وقعدت اكتب اللي هو بيسموه غيبا من الذاكرة. من الذاكرة كتبت انا قلبي صفصافة موصوف لك وصافة، وعشقك ندى فائق المدى، يا فجر عمر اللي ابتدى، يا نجمة طلة من الفضا، يا غنوة القلب انشدى، رحالنا من كم سنة في بحور عينيك المزروعين بالسوسنة.